شو رايك اليوم ناخذ شباب ونروح نلعب طابه؟ نحرينا طابه يا زلمه يعيدنا هالمرض المنتشر صعب بدكنا نطلع على الملعب نلعب طابه؟ احنا ايش من مرض؟ لك هي مو ام سيف عم تسوق السياره؟ ايه والله ام سيف، ايش بدك فيها يا زلمه؟ قول الله يرزقها ان شاء الله اشتري السياره سيارتين ثلاثة ايش لك على الله يرزقها؟ لك يا اخي مشكلتي ما عم بحكي انه صار عندها سياره لك مشكله انه طولها شبره ونص شلون عم تقدر تسوق سياره يا اخي عيف مخلوقه بحالها ايش بدك من مخلوقه لك شو عيف انا زلمه كثير فضولي وين رايح ما عبني يا اخي بدور اسود مرحبا ام سيف اهلين جبارة ان شاء الله مبروك السيارة الله يبارك بعمرك ان شاء الله عقبالك يا رب ان شاء الله منها للاحسن شو شد اخذتيها هي؟ شد اخذتها؟ ايه 300,000 ليش؟ لا سكر البلور هي خير جبارة في شيء قل لي لا والله ما في شيء بس حبينا نبارك لك بالسيارة بس ليش عم تسكري الشباك؟ لا ولا شيء لك انا بردانة بردانة برد انت مالك بردان؟ لا ماني بردان صاير بتشكل بس ما في برد كثير ايه لا خلص عيفة خلينا نروح ولو لا ايش دم مخلوقة مش خلينا نروح لك دوسي بنزين نانو لك دوسي بنزين بسرعة الكهرباء لك الباب مفتوح ما بتمشي السيارة شو هذا مسيح؟ عم نسوق ايش عم تسوق؟ سيارة